أعزائي الكرام، أعزائتي الكرام، مرحبا بكم في قناة MATV. الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ ناشية، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين نامية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، إسعها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمفكر. إلا من تولى وكفر، سيعذبه الله العذاب الأكبر. إنا إلينا